مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع الملف الشهير اللي كله ألغاز صراحة. إيمان 26 سنة، عدد كبير من المغاربة كيتبعوا القصة ديالها والكل ينتظر النهاية في الأخير. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، إيمان 26 سنة كبرات مع الأم ديالها والأب ديالها. الأب ديالها توفى من مورها حوالي سنة، توفت الأم. الأم قبل الوفاة ديالها بثلاثة أيام تفاجئ إيمان، قالت لها أنا ماشي أمك واللي مات ماشي باك. إيمان تغيرت عند الدنيا، تبحث عن الأصل، شكون هي الأم ديالي وشكون هو الأب ديالي. في خضم الموضوع، أول أشياء اللي عطات الأم اللي كبرتها قبل ما توفى، قالت لها السر كاين عند محجوبة وحافظة. كانت هذه هي بداية انطلاقة ديالنا في القصة، نبحث عن الأصل ديال إيمان. كما تبعتوا معنا، تناولنا مجموعة من الخطوات في هذا الملف. كان آخر فيديو اللي كان مع فاطمة، اللي قالت لك أنا هي الأم ديال إيمان، لها مجموعة من المعطيات تتقارب مع إيمان فيما يخص الإحساس، فيما يخص الشبه وأمور أخرى، ولكن ليس باليقين. مشاهدينا الكرام، فيما بعد تلقي اتصالات من عند المغاربة مشكورين في المغرب وخارج المغرب، الكل يساعدنا من أجل الوصول للهدف اللي هو البحث عن الأصل ديال إيمان، شكون هما والديها. أول اتصال كان من عند الأخت فاتحة. فاتحة عطتني نفس الجواب، قالت لي أنا تبعت القصة وكنقلب على بنتي، جبدت لي حافظة، جبدت لي معطيات أخرى، قالت لي أنا يمها كيفاش تبعوا معي. فاتحة ربطتي بين الاتصال، قلت لي أنا يمها. يلا دازت فاطمة، قالت لي أنا يمها، غادي تعطيني القصة ديالك أنت من الأول، كيفاش تعرفتي هذه بنتك، كيفاش أنت تلقيتي هذا السيد تولدتي وحنا غادي. كنت أنا جيت صغيرة، كنت خدامة في الديور، من بعد شوية لحقت واحد السن خدمت عند واحد الناس في واحد الفيلا في الوازيز. بعد تلاقيت مع واحد السيد، ضربت مع علاقة، كان قال لي غنتزوج بيك وداكشي، ما دار معايا والو. من بعد حملت معاه، درت 7 شهور، ما بغيش نبين الناس اللي كنت خدامة عندهم. صافي خرج من عندهم، جيت عند حفيظة. حفيظة ساكنة في درب السلطان، درب طلبة. هذاك السيد اللي قلتي كانت عندك معاه العلاقة، ما عندوش العلاقة ما عندوش علاقة بالناس موالي الفيلا، ماشي ولدهم ولا كيجي؟ لا لا، ما عندوش يعني العلاقة. بعيد هو، بعيد ومن بعيد. هي هذيك فاش جيت انا عند حفيظة، قلت لها حفيظة. لا انا فاش جيت في الاول عند حفيظة، جيت بالتخبية وهي تشوف لي الكرش، هي تقول لي ساك انت حاملة، شنو غديري لها الكرش؟ واش بنت ولا ولد غتعطيه؟ هذه الاولى، البداية الاولى. انا ما رديت على من، قلت لها ايه لا لا، وهي دخلني حشاك الطواليط وقلبت لي كرشين. قلت لي شحال عندك؟ بغيت نقول لها انا عندي 7 شهور. قلت لها ما عرفتش. هي تقول لي راه قريبه، ما راه قريبه ولدي. قلت لي شنو غديري دابا؟ قلت لها ما عرفتش شنو غندير. قلت لي وغنمشي معاك عند امك دابا، واش باغا تشدي؟ قلت لها ما عرفتش. قلت لي نمشي معاك عند امك. مشات معايا للبلاد، ليش مشيت مع البلاد، يبارك هي والوالده ديالي كتهضر يا وياها، هي تقول لها الام ديالي انا، قالت لها شوفي الخير اللي غديري فيا، هاد الدريه ولدت بنت ولا ولد ديها، ما تخليهاش هي هنا، خوها ولا بوها راه يقتلها. مزيان، وبقاي معايا هنا صافي، باش نمشي معاك شويه بشويه. شو العلاقه ديالك بحفيظتي؟ حفيظه كنعرفها، كنعرفها بنت البلاد عندنا، كتعيش في الدار البيضاء. كتعيش في الدار البيضاء. البلاد عندكم فين؟ دكالة، زوج سيدي اسماعيل. هي ساكنة هنا، هي مجوجة هنا، ساكنة في درب الطلبة شارع الفيدا. وكنت أنا عايشة معاهم فاش ولدت وداكشي، بقيت عايشة معاها. مرة مرة كنجي نطلع لها، طلع لها أمها الله يرحمها، ملي كنجي نقول لها وريني بنتي كتقول لي بلاتي سيري معايا باش نقول لك فين وصلنا. ملي تزادت عندك أنت البنية، هزيتيها عطيتيها الحفيظة. جيت عندها فاش ولدت انا، كنت انا مسافره ما عرفش راسي انا غنولد،
ملي كنت مسافرة في الليل شدني الوجع باش غنولد، ما ولدت الغد ليه في الصباح. جيت للسبيطار ما استقبلونيش مزيان باش يولدوني، ديك الساعات خلو لي الدري في كرشي حتى العشرة ديال الصباح. ملي جبدوه مني الدري قالوا لي كون زادت ساعة كانت غتموت. زادت الدرية زرقاء، قال لي كون زادت ساعة غتموت. هي هذيك انا ناعسة في السبيطار فاش ولدت. واخ مشيو تاني ملي ولدتي، قبل ملي كنتي حامله انت كنتي كتاكلي شي دواء شي حاجه؟ لان كتشوفي ايمان الوضع الصحي ديالها ماشي هو هذاك، في نظرك انت السبب ناش؟ ما واكلت حتى شي حاجه، حاجه وحده اللي عاقل عليها انا، فاش انا تفرقعت لي السقيه في الليل وما عتقونيش دغيا. فاش ولدت جاتني ديك الفرمليه قالت لي يا بنتك راه شربت القافل، كانت تزيد ساعه كانت غتموت. قالت لي داكشي اللي دارتو شرباتو صافي، هادشي اللي كاين. وناضو دوك الطبيبه الفرمليه ومعاها والطبيب قالوا لي الخير اللي غنديرو فيك هي غتنولي تهزي دريه ونعطوك باش تركبي وغتمشي، راه الطبيب اللي مكلف بهاد السبيطار غادي يجيب لك جدارميه صافي. وجيت بحالات انت ما جيت بين يديا، جيت على الحفيظه. شحال ديال الوقت من يلا تزادت ديك الساعه باش عطيتها الحفيظه؟ 3 ايام. تاتي 3 ايام؟ 3 ايام، نهار 3 ايام جيت انا الحفيظه. لا جيت بحال اليوم والغد لي داتها بركت عندي البنيه 3 ايام. ما قالت لك لا من غير تعطيها ما شتي؟ لا قالت لي غتديها وحده لفرنسا وغتقريها وغدير ليها وغتفعل ليها وغترك ليها، وراه 3 ايام من بعد غتصوب لك الوراق وغتديك ودير لك ودير لك وتحجم حاجه ما كاينه. ملي شدو الدريه طارت، مشيت انا بحالاتي الغد ليه، انا بقيت تما الغد ليه عطاتني دبليج دارتو ليا في يدي، دبليج ديال الذهب دارتو ليا في يدي. شكون اللي عطاتو لك هذه حفيظه؟ ملي مشيت للبلاد ناعسه حتى لحقت عليا هي، لحقت عليا حفيظه هي ومع شي دريه صغيره. قالت لي تي دابا جي خاونه ليا الدبليج، والنهار اللي تلحقي عليا نصيفطك للحبس. ولات كتهددني بالحبس باش انا ما نجيش نقول لها اريد يا بنتي. ودابا شرحي لي، قلتي عطاتني الدبليج وشوي قلتي خونات وقالت لي خونتي، دابا نفهم. لا جات حيداتو ليا من يدي. الدبليج ديال من؟ ديالها. وانتي الدبليج ديالها اش كيدير في يدي؟ اللي عطاتو ليا. اييه. عطاتو ليا وقالت لي دابا سيري للبلاد، بلي شافني كنبكي وداكشي قالت لي ودابا هنتي حين صلاة الدبليج من يديها. عطاتو ليا قالت لي ودابا سيري عند امك. سيري ترتاحي شويه وتن من بعد يكون خير. هادشي اللي دارته معاك شحال ديك الساعه المده باش ولدتي انت؟ سيمانه 10 ايام شحال؟ لا لا مكمله السيمانه. شي 4 ايام كاع 5 ايام ورا فاش عطيت البنت. دابا انت قلتي عطيتها لها في 3 ايام؟ اه عطيتها في 3 ايام. متاكده من 3 ايام؟ لا 3 ايام انا عاقل على 3 ايام الدريه عطيتها في 3 ايام باقا بالمصرانه ديالها. عطيتها لها ملي جات قالت لي شوفي راه غتجي واحد المرة. ملي جات ديك المرة شدتها من يدي وداتها صافي. ملي النهار اللي عطيتي انت البنية الحفيظة ما كانتش بوحدها، كانت مع شي مرة؟ جات واحد المرة، هذيك المرة ما عرفت لا سميتها ولا والو، ما بركتش. ما سولتيهاش قلتي لها شكون هاد المرة واش هي اللي غدي بنتي؟ هادشي ما قلتيش؟ ما سولتهاش، انا وليت بحال مصدومة، ما عطيت راس البر من الخيط. كيفاش مصدومه؟ تيك صافي غتفكي. لا ماشي انا بغيت انتن، انا ملي كتقول لي اريد الدريه نعطيها الدريه غتاخذها فلانه، انا ما بحال باغا نعطيها ما باغاش نعطيها. ملي شديتها من عندي وسارت غادي بديت كنبكي. واخ انا غنرجع معاك لهادشي، بقى واحد الحاجه اخرى نهضروا عليها. هذاك اللي ولدتي مع هاد البنيه ملي تي حامله واش قال لك؟ لا قال لي ما عندي من، انا بغيتك ولكن دابا ما عندي ما ندير لك. قال لي امي ما بغاتش، مي قالت لي هسه اختار ده ما تاخذهاش، انا نعطيك بنت اختي تاخذها صافي. تما تفرقتي معاه صافي، من تما مبقيتش شتوش. واخا عطيتي انت البنيه مشات، مشيتي انت بقيتي خدامه؟ اه بقيت خدامه. ما قلب ما قلبتي لها حفيظه؟ قلبت عليها تعيت، كنجي ما كتعطينيش اخبار ديالها فين كاينه. اش كتقول لك؟ كتقول لي سي لا في اللون كنمشي عندها كتقول لي ما عرفت، مرة تقول لي في الحبوس، مرة تقول لي راه في فرنسا، مرة تقول لي راه كرم ربي السيدة في فرنسا، مرة تقول لي راه في الحبوس. آخر بيني وبينها قالت لي واش بغيتي هاد الدرية؟
الدرية راها مريضة. واخا انا غنبقى معاك في هذا السؤال اللي قالت لك حفيظه، انا نقول لك انت ديك الساعه اش بغيتي الدريه؟ علاش كتسولي عليها؟ واش بغيتي تعرفي انت غير بغيتي تعرفي واش الدريه مزيانه وبخير ولا بغيتي تاخديها؟ لا انا قلت لها غير وري، حيت هي قاولتني، لا هي ولا ديك المره اللي داتها قاولوني، قالوا لي شوفي راه التقليد يبقى علينا، بنتك في اي وقت جي تشوفيها، في اي وقت جي تشوفيها. صافي ملي سولتك على المرأة اللي معاك قلتي لي ما دويت معاها، ما دويت معايا. لا حفيظة، ما المرأة قالت لي شوفي يا بنتي، ما سولت ليش على السمية ولا سميتي ولا أبدا، قالت لي شوفي يا بنيتي راه حاجة وحدة البنية الوقت اللي بغيتي تجي تشوفيها. انت ما قدرتيش ديك الساعة تمشي للقانون مع حفيظة وتوصلي وتقدر توصلي للبنت؟ ما عرفتش، ما عرفتش نصد، وما عنديش باش، ما عنديش الامكانيات باش غادي نخرج. يعني انت باغا تسولي عليها وصافي؟ انا قلت لها وري لي نشوفها غير من الباب، العين تشوف العين ونعرف بنتي فين كاينه، ونحس براسي راه عندي بنت. وما رحمتنيش، كنقول لها شوفي راه كيف بنتك كيف بنتي انا، قلت لها ركبتي هذيك وانا اللي عطيتها. قلت لها حفيظة شوفي فيا غير مرة وحدة وريني بنتي من كينا، بغيت نعرف السيدة واش ميتة ولا حية، كانت ميتة وريني قبرة نمشي نبرك حداها نوكيلا ونشن. قلت لها بنتي راه شويتيني فيها ورا معرفتش فين كينا. قالت لي اش بغيتيها؟ قلت لها الدرية راه مريضة. قالت لي رمها خدامة عليها، قلت سواني عندها الإمكانيات تيرا ما عندكش تفين تناسي، هذه هي الكلمة الأخيرة. عاود رجعت قالوا لي تحولات، ما بقيتيش لقيتيها من ابدا، ما بقيتش لقيتها، برات عليها الارض. سولت عليها قالوا لي تحولات لالا مريم. هذوك اللي سولتي عليها شكون اللي كتسولي على حافظه عندهم شكون هما؟ الجيران حاليا دابا كيعرفوها، كيعرفوها في كاينه، اما كيقولوا لي تحولات لالا مريم، عارفين فين تحولات لالا مريم، ولكن ما باش غيديوني الا ما بغاتش. وحده كانت مصاحبه معايا يقول لها نعيمه كاع، قالت لي ما نقدرش نديك. واخا دابا انت من بعد شتي الفيديو وفهمتي الموضوع مزيان وتواصلتي مع ايمان، وحنا الان مشاهدينا الكرام في المنزل ديال ايمان. تلاقيتي انت وياه قبل ما نجيو عندكم حنا، هضرتوا عندكم، تصاور عندكم، شنو بان لك فاتيحه فاتي بنتك هادي؟ وانا اول ما شفتها ملي قالوا حفيظه فاتيحه الدريه عندها 26 عام، عندي واحد الاحساس، قلت انا هذه بنتي حفيظه درب السلطان وحفيظه اللي عندها السر، حنتي حفيظه هي 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 الاساس. هذا المعلومات الاولى كتقربك. انت جيتي جلستي انت وياها وعندكم تصاور وعندكم بزاف ديال الحوايج، وكيفاش كانت التصويرات يعني ربيعه الله يرحمها كانت حاطه تصويراتها كاملين، شنو بان لك انت؟ وانا هاد ربيعه ما تنعرفهاش، ما عمرني شتها الا البنت اللي عقل. شنو بالك في ايمان؟ فهمي السؤال، دابا جلستي انت وياها واش كاين شي احساس روحي ضار بيناتكم؟ واش انا دابا كنحس بواحد الاحساس كنقول بنتي، كنحس بواحد الاحساس كنقول بنتي، وانا قلت لها النهار اللي عطيتها بنت لتي. دابا ولينا ولينا جوج ديال المواد، اذا زدنا واحد شويه غنكملوا شي 10 كلهم هي بنتهم ايمان. صعيبه الصوره شويه. الله يفرج عليا وعليها، الله يفرج عليا وعليها، الله يدير ليها تاويل وانت انا دايدي ليا تاويل. هاد حفيظه دابا تقدري توصلي ليها؟ ما الا قدرت توصلني ليها اختها نعطيها النمره ديالي تعيط ليا. انت كتعرفي اختها؟ نعرف اختها. ما مشيتيش عندها؟ مشيت عندها، مشيت عندها ملي الله تحولات، قالت لي المشاكل كلها ما تدخلينيش فيها، انا نهار الاول ما حضرتش لك، سيري منك ليها. قلت لها غير وريها ليا، قالت لي انا مريضه بلا ما بلا ما تصد عيني. ملي دوزنا الفيديو السابق ديال واحد السيده بحالك، حتى هي فاطمه عندها معلومات، هي حفيظه حتى هي عطاتها في ثلاث ايام، شتيها مزيان المعلومات اللي قالت لنا هاد السيده مع المعلومات اللي عندك في هاد حفيظه، واش نفس حفيظه ولا شي حفيظات هما؟ لا انا هاد حفيظه ما عندها، حفيظه اللي كنعرف انا ساكنه في درب السلطان، ما عندها لا الولفه ولا بحال الحسني لا والو، حفيظه ساكنه في درب السلطان والده ولادها في درب السلطان، وهي اصلا كبرت في درب السلطان وتحولات دابا لالا مريم، هادشي اللي كان. شكرا لك، الله يفرجها لك كما كان الحال. ايمان شنو بان لك في الموضوع؟ شنو نقول لك؟ بان لي بزاف الحوايج،
بحال نهار الاول فاش مشيت عند محجوبه قالت لي بان حفيظه كتعرف الجده، كانوا صحابات ومن دوار واحد، وهي نفس الهضره اللي قالت حيت حفيظه كتعرف الام ديالها وكيسكنوا من دوار واحد. ومن الناس سولت محجوبه قلت لها واش قلت لها واش الام ديالي جات، قالت لي ما جاتش. قلت لها ولكن قلت لها انا المعلومات اللي عندي قالوا لي انا، قالت لي لا هذيك بنت عمي حفيظه هي اللي جات سولات. قلت لها علاش سولات؟ قالت لي سولات ومن عرفاتك راك مريضه جات باش تتاكد واش ربيعه داتك الخيريه ولا باقا مازال شادك. وقالت لي ورا الام ديالك كانت خايفه من خوالك حيت خوالك صعاب، وهي نفس الهضره قالت لك خوها كان صعيب شويه. هذا ماك يعني هادو هما المعلومات اللي كتشوفي معاه. واش كاين شي احساس عندك مع هاد السيده ولا شويه ولا على قد الحال؟ الصراحه نكونوا هذيك فاطمه اللي شويه قربت عندك. فاطمه جاني الشابه وسميتو كاينه حتى شي حاجه، هي بعيده، هي بعيده وبعيده بزاف. والام ديالي حيت انا سميتو قال لي مأكدين لا العائله وكل شيء بان سميتها فاتحه. هنا عندي واحد السؤال غادي ندرجو معاك في الاخير انت تجاوبيني عليه، انا غادي نشرح مع الراي العام اللي متبع القصه باش نتكلم على المستجدات اللي كاينه في الموضوع. مشاهدينا الكرام هذه هي القصه ديال ايمان 26 سنه، لازلنا في البحث، ملف شائك، الغاز السر عند محجوبه وحافظه، حافظه هي موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام واحد البحث بسيط شيئا ما درناه باش نبحثوا في الخيوط في هذا الملف، اللي جاني غريب انه ربيعه والزوج ديالها اللي هما الوالدين ديال ايمان اللي كبروها من عندها 3 ايام، خداوها من عندها 3 ايام، في الحاله المدنيه دايرين بانه هي بنته. تاريخ الازدياد اللي هو 1996 اللي تزاد فيه مقيدوها على سنه، وبانه هي بنتهم تزادت من عند ربيعه وهو ماشي الحقيقه. يبقى السؤال المطروح طريقه باش تسجلات هاد البنت. هنا كتطرح نقطه اخرى مهمه، والشكر الجزيل لواحد الاخت اللي لها صله بربيعه الله يرحمها، ربطت بيا اتصال من فرنسا وعطاتني هاد النقط اللي خلتني نبحث باش نشوف الوثائق اللي هما قدامي الان. قالت لي بان ربيعه كتخاف من امور تتعلق بالزوير، انه مقيدة البنت بانه هي اللي ولدتها في السبيطار وهي ما ولدتهاش في السبيطار. هذا جانب. كذلك ربيعه لها واحد حسن نيه في جانب اخر باش ايمان تبقى لها هاد الدار اللي عندها، وهنا نعلم جيدا انه فيما يخص الورثه موضوع النقاش اللي كيكون في الاطار القانوني بين من هو الابن الاصلي وبين هو ابن او ابنه بالتبني، هذا موضوع ثاني. يعني هاد المنهجيه اللي دارت ربيعه والزوج ديالها مع ايمان وسجلوها في الحاله المدنيه ومقيدينها بسميتهم بالله ربيعه هي امها الاصليه وهي ماشي هي الحقيقه. كانت ربيعه تخاف من هاد الجانب، وكاينين اطراف اخرى معاها اللي حتى هما كيصيفطوا واحد الرساله كانوا كيقولوها الايمان بعد لما نتكلم على حفيظه او محجوبه، كنسمعوا بانه كيقولوا لها هذاك الشيء راه فيه الريسك، واش بغيتي نوض الصداع، واش بغيتي، هذه كلها ابعاد، ولكن الوثائق ما كتموتش. ما هو مؤرخ ومسجل انه في الحاله المدنيه ما كاينش التبني، ما كاينش اختين هذه البنيه بالتبني، كاينه تاريخ الازدياد ديالها من هاد الاب اللي هو اعتقد محمد، ياك محمد وربيعه. مشاهدينا الكرام الابحاث في هذا الملف صراحه تطول، وملف غريب. السؤال المطروح اللي كنشوف واحد الاسم كيتذكر بزاف هو حفيظه. حفيظه اسم كيتقال بزاف وفي خضم الموضوع حتى لا ننسى. السيده ربطت بيا الاتصال ملي شافت الفيديو السابق ديال فاطمه اللي كنا دازت معنا فيديو كتقول انا الام ديال ايمان. هاد السيده عطاتها الام ديالها اللي كترب اللي رباتها، عطاتها معطيات بان هذيك فاطمه هي امها، لانه فاطمه اش قالت لينا؟ قالت لينا بانني عندي جوج ديال البنات تنقلب عليهم عند حفيظه.
عندها الشبه والفيديو اللي شفتو على ايمان، كتبقى البنيه الثانيه. هذيك البنيه الثانيه ربطت بيا الاتصال بشكل مباشر، عطاتني قالت لي كاع داكشي اللي كتقول هذيك السيده راه هو اللي قالته ليها الام اللي رباتها، يعني حقيقي تقدر تكون هي الابنه ديالها. قالت لي عندي سؤال واحد، هو هذيك فاطمه واش كنيتها كذا وكذا؟ بحثنا في الموضوع وجاوبناها وعطينا الهاتف ديال فاطمه ولقات هي الام ديالها، ولكن الصدمه كانت قويه. رد الفعل ديال هذه البنيه انه مجرد ملي عرفت فاطمه هي الام ديالها بلوكاتها في الواتساب وما بقاتش بغات تكلم معها، كيبقى حقها لا يمكن ان نخوض في او نحلل في الموضوع لانه له ابعاد. هذيك تتقلب على بنتها، هذيك عندها سوء في التقصير، عطيتي الناس رباوني، هذا موضوع شائك، اسباب مسببات الواقعه، ديك الظرفيه نعلم جيدا وليداتك ما تلقونش بسنانك في كلتا الحالات، والظروف لها رأي آخر، ملف متشعب إلى جيت تبحر فيه له مجموعة من الاتجاهات. الهدف الأسمى في الموضوع هو كذلك نحترم أسئلة الناس. كيقولك بأنه لاضيين هي تقدر تبين، ولكن هنا كاين سؤال، الإمكانيات ما عندش إيمان، شحال جهدها تبقى دير هي في لاضيين ولا أي أم جات ولو هي تكلف المصاريف وتقدر تبقى دير في لاضيين؟ هنا كاين التشق النفسي. نتسناو هاد الورقة، كاينة إجراءات قانونية كدار من بعد قال أنا ماشي أمك، تجي الأخرى أنا ماشي أمك. هنا السؤال، ما يهمني أكثر والطريقة والمنهجية اللي كنشتغل عليها هو التواصل ديالي مع الرأي العام، لأن يد الله مع الجماعة. كل من ساهم أو ساعد في البحث انطلاقا من محجوبة الله يرحمني كالوالدين، وهاد حفيظة وخاد حفيظة بين قوسين، إلا جينا نحلوا الموضوع ديال فاطمة كتقول لك كانت في حي الحسني وتحولت الأخت تقول لك عمرها كانت في حي الحسني، دابا كاينة في حي لالة مريم، يعني غنوليو في حفيظات، وهاد حفيظات أش مخرج لينا في ولاد عباد الله؟ فينا هما والديهم؟ الله أعلم. قد ماش بحثتي كتوصل لواحد الخيط وكتعاود ترجع شويه للور وكتعاود تزيد تبحث. الهدف الاسمى في الموضوع هو التواصل بيننا وبين الراي العام. ارجوكم كل من يساهم او يساعد في ملف ايمان من اجل وصول الهدف. ام توفات قبل 3 ايام، رضت الضمير ديالها، قالت لها انا ماشي امك وهذا ماشي باك، السر كاين عند حفيظه ومحجوبه. اللي يقدر يساعدنا في هاد الناس اللي هما عندهم السر. هذا جانب. كيبقى الاطار القانوني، دعوه مباشره، يعني دير دعوه ديريكتومون للجلسه بشكل مباشر، وهذا ما خدمت عليه الجمعيه صراحه الحقوقيه او الهيئه الحقوقيه الاخت حسنة اللي دارت مجهود كبير. ولكن في حاله الى بدينا الجلسه الان ممكن ان نوصل لشي خيط في الاول، وممكن انه ما نوصلوش لهذا الخيط. لماذا أن نختار طريقة سلسة وفيها الخوف من رب العالمين وفيها الشهادة غتحاسب عليها عند رب العالمين؟ اللي عنده صلة بهذا الملف ينورنا أكثر. لا نعلم الآن واش الأخت فاتحة اللي حدايا في هذه المعلومات الدقيقة اللي عندها، واش هذه يمها أم ديال إيمان ولا فاطمة اللي دازت معنا في الفيديو السابق، ولا نعلم ماذا سوف يقع غدا. شكون غيتواصل معنا عاوتاني؟ كيبقى عندي السؤال اللي قلت ليها، هاد المسألة ما كنتيش عارفها انت ديال الحالة المدنية بلا رابعة كاتباك انت هي بنتها، يعني هي امك تزتي عندها، يعني باش دير هاد الاجراءات خاصها تحط الوراق ديال السبيطار فين تزادات، كاين مجموعة من الاجراءات. ما فهمت والو انا في الحالة المدنية عندك بان هي امك، كيفاش ما عندك حتى معلومة؟ ما عندي حتى شي حاجة، عمرني وقسما بالله عمرني ما قريتها قبيلة منا شفتها. وهنا الشكر الجزيل، شكرا اللي جاوبتيني، الشكر الجزيل الاخت اللي تكلمت معايا من اوروبا اللي كانت من المقربين من رابعه، هي اللي وجهتني قالت لي تخاف من امور تتعلق شيئا ما بالتزوير. هو اللي لفت الانتباه ديالي انني ندخل ندقق في الوثائق ونشوف الحاله المدنيه، اللي كانت تفاجئ بانه رابعه صحيح مقيده في الحاله المدنيه بالله بنتها، يعني امام القانون امام الوثائق امام دفتر الحاله المدنيه فيه بنتها. انما لما زوج او زوجه، الزوج هو اللي كيكون بطبيعه الحال عنده هذا الاجراء في الاول، كيبغي يسجل الابن ديالو، كاينه مجموعه من الوثائق، عقد وزواج، وثائق اللي كتفيد فين 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 تولدات، سواء كانت في الدوله ولا بريفي، كاينين وثائق، كاينه مجموعه من الوثائق اللي كتعطينا هذا الاصل باش كيكون مسجل بطبيعه الحال. كيفاش تمت هذه الامور؟ علامه استفهام. الكلمه الاخيره غنشوفها مع فاتحه ونختم. فاتحه، شنو الكلمة ديالك الأخيرة فاطمة؟ الكلمة الأخيرة اللي كنقول أنا هي حفيظة، إلا كنتي تسمعيني يا حفيظة وريني بنتي.
وريني بنتي، بتخافي انت من شي واحد؟ خافي من اللي خلقك؟ خافي من الله؟ راكين غربي والموت، راكي في درتي لي انا غيديروا لك ربي لبنياتك. وريني بنتي، عتقيني بنتي وريها لي، راني مشويه في بنتي، راني قلبت عليك وقلت لي مشيتي لالا مريم. اللي سولت عليك الجيران كيقولوا لي تحولات لالا مريم. انا مزوقه فيك حفيظه، احنا مشاركين الطعام ومشاركين الدم. العار لما وريني بنتي. عندي سؤال اخير معك، خرج في الموضوع حتى هو غادي نناقشه معك. مشاهدينا الكرام، فاتحه من بعد ملي سلمت الابنه ديالها لهاد حفيظه ما تزوجات ما عندها اولاد، هذيك الفتره سنين طوال كنقولوا لها تشغلتي في جواج، غتخافي من داك الراجل، واش تعاودي ليه السر ولا لا؟ حنا نكونوا واقعيين، هادشي كي انت ما تزوجتي ما عندك اولاد، هاد السنين كلهم ما قلبتيش على بنتك؟ قلبت، حنت عندي الحل الوحيد هي حفيظه، ما عنديش فين نمشي. وكنتي تعرفي خواتاتها، كتعرفي انت كلشي. هادي ما بغاش توريني، قالت لي انا النهار الاول ما تدخلشك في المشاكل، سيري. قالت لي منك ليها النهار اللي عطيتيها، وفعلا نيت ما كانتش حاضره معانا. ديك الوقيته ما قلبتيش تمشي ديري القانون ولا شي حاجه؟ كنتي خدامه وكنتي ليبر، دير راسك، ما عندك راجل ما عندك ولاد. ما عرفتش هذاك الوقت، عندي 22 عام 23 عام، ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش فين نصد، ما عرفتش فين الناس، ما عنديش فين، ما عارفاش. كندور ندور تنعيا وكنجي عندها، كانت تغطى عليا بزاف اللي كان دايراني في يديها. ولكن شي حوايج ما واضحينش، كتقولي كانت ضاغطة عليا وكان بزاف، يعني كتواصلي معاها؟ انت قلتي 16 سنة ما شتيهاش. لا، هي 16 عام فاش مشات بحالاتها، ملي يلاه عطيت البنية ديما كنجي عندها، كنسول على بنتي، كتقول لي ما كايناش. مرة تقول لي راه في فرنسا، مرة تقول لي ساكنة في الحبوس، ديما نجي مع مرحفة. إذا ما كتقول لي صعوبة صراحة عندك، لأن تمنيت أنا شخصيا باش نكون معاك. شوف حنا متعاطفين كما كان الحال، اللي عطى الله عطاه، ولكن كيبقى شوي ان نحتكموا بلغه العقل. العقل اش كيقول لينا؟ نقولوا ضغوطات من زوج، من وليدات، وانت كنتي خدامه سنين طوال، وانت خدامه، وانت دابا تتعيشي مستقره بوحدك ياك، هذيك المده كامله عندك الوقت انك تمشي ديري القانون، ديري بزاف الحوايج وتوصلي لطرف الكبده ديالك. هادشي كله ما درتيش، يعني هنا بالدارجه شنو غنفهم انا؟ ما قلتي لا بنتك تلقيتيها كبرات وواجده وبخير وعلى خير، ما لغة الكبدة عندك ما عمرني وصلت للمحكمة ولا نقلب على بنتي. ديما كان يقولوا لي سيري ديري في دوزام، سيري هنا سيري هنا، انا ما عرفتش. وانت اش غتمشي تدوزي متي حداك حفيظة؟ راه هي عندها كلشي. فين حفيظة؟ مشيت عندها، ما بغاتش ما بغاتش مشي لها القانون، ما عرفش مشي لها انا. فاتحة شكرا لك. إيمان، نحن دائما على تتبع الملف، وحنا أنا معك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصة إيمان، لازلنا على تتبع. كما تكلمت مع المغاربة بشكل صريح أننا دائما متبعين هذا الملف، ولكن كما كنقولوا بالدارجة المغربية، يد وحدة ما كتصفقش. المجهود الكبير صراحة للمغاربة أننا نبارطاجيو هذا الفيديو ونساعدوا كل من له صلة بملف إيمان باش نوصلوا للهدف. تكون غدا ممكن تكون عندنا ناس اخرين يتكلموا لنا على معطيات، ولكن كاينه خيوط اللي تقدر توصلنا للهدف، على اساس انه الدور كيبقى بين محجوبة وبين حفيظة. مشاهدينا الكرام، في حالة إذا وصلنا للباب المسدود في الأخير، إيمان سوف تلجأ كما صرحت لنا للقضاء في إطار جلسة استدعاء الأطراف لتبين الحقيقة شكون هي أمها وشكون هو أباها. نتمنى ألا نصل لهذا الأمر، لتكون تسوية الملف بواحد الطريقة ليقة وسلسة وبدون تصدع. ساعدونا نعرفوا هاد البنية علاش، وكما قلت في السابق ونعاود نختم الآن، الهدف الأسمى في الموضوع. الكل يتكلم عن أنه الأب والأم اللي رباو راهما الوالدين اللهم بارك، ولكن الإطار الديني فيه نقاش في الموضوع، خصنا نحطوا النقط على الحروف. يجب أن نعرف الأم والأب حتى لا تقع إيمان في المحظور شي نهار تزوج بواحد فخوتها. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.